اسمي البروفيسور دكتور حسن جورجو، أنا أحد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في كلية التربية، كما أنني في نفس الوقت مدير مركز أبحاث وتطبيقات تدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن اختصار اسمها HM. تم إنشاء مركزنا في جامعة أناضولو عام 1978 بإشراف ودعم من قبل خبراء أتوا خصيصا من إنجلترا. كان الغرض الرئيسي من هذا المركز منذ ذلك الحين هو توفير خدمات تعليمية عالية الجودة للأطفال ذوي السمع الضعيف. بفضل الخبراء والأساتذة القادمين من خارج تركيا، أصبح مركزنا منذ عام 1978 إلى يومنا الحالي المركز الأول والوحيد الذي يهتم ويقدم خدمات التعليم والتدريب لذوي السمع الضعيف. الهدف الأساسي من إنشاء المركز هو تقديم الخدمات للأطفال ذوي السمع الضعيف. يمكن للأطفال القدوم إلى مركزنا بعد التشخيص من جهة رسمية عن وجود حالة ضعف في السمع أو فقدان كامل لحاسة السمع، كما أننا يمكن أن نجري هذه الفحوصات لتشخيص ضعف أو فقدان حاسة السمع في مركزنا. نقول دائما إن التعليم للأطفال، ولكن حقيقة نحن نركز أيضا على عوائلهم، خاصة الأطفال حتى عمر 6 سنوات، فإننا نقدم الخدمات التعليمية لعوائلهم بشكل مكثف. بعد ذلك نقدم للأطفال الخدمات التعليمية سواء في مرحلة الحضانة أو المرحلة الابتدائية والإعدادية. إن إحدى المجموعات الرئيسة التي نستقطبها أيضا إلى مركزنا هي طلاب كلية التربية، وذلك ليكونوا معنا جنبا إلى جنب أثناء تقديمنا للخدمات للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع وعائلاتهم في جامعة أناضولو. لذلك يمكن للطلاب المهتمين بممارسة مهنة التدريس، الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الذين يعانون من ضعف السمع، اتخاذ قرارهم والقيام بمرحلتهم التدريبية هنا في عامهم الأخير من المرحلة الجامعية.